نورس راديو 93.5 FM. سمحت لهم بالتدخل في حبنا فكتبت عليه الدمار، ولم تعلمي أنهم يعشقون الفساد ويبنون في وجه نهر المحبة ألف جدار وألف جدار. فكيف سمحت لهم؟ ولماذا اتخذت قرارك هذا؟ وكيف لوحدك تتخذين قرار؟ وكنا نغربل أبسط أمر معا ونثور ونهدأ ثم نقرر بعد الحوار، وكان هوانا يعانقنا ونعانقه ويقبلنا ونقبله مثل شمس تقبل ثغر النهار. وكنا نعادل عذول ونرفض أن يتدخل في أي شأن لنا ويثير الزوابع من حولنا والغبار. وكانت تمر الليالي علينا ومن بين أحشائها يتصاعد حب وفرح كما يتصاعد من زفرات المياه بخار. وكنا نسير بدون هموم وتنمو سعادتنا وتزيد ونفرش تحت خطانا نضار. وكنا نسير بدون هموم وتنمو سعادتنا وتزيد وتفرش تحت خطانا نضار، ونجلس داخل دائرة من أريج فتغسلنا وتحاصرنا، ولكم نتمنى بأن لا يزول الحصار. وكان يدوخ الحديث على شفتينا فيحسبه الناس من سحره وحلاوته أغنيات هزار. وكنا نغار على بعضنا والمحب الصدوق من النسمات إذا داعبت وجنات الحبيب يغار. فكيف سمحت لهم؟ ولماذا وهم يملكون كما تعلمين وجوها مزيفة وجوارح فاسدة يتدفق فيها دم مستعار؟ وهم يكذبون على العاشقين ويبتهجون إذا دمروا مهجتين متيمتين ويعتبرون ويا للمصيبة هذا انتصار. وإني لا أعجب منك وأنت تقولين لي إنني يا حبيبي مشوق إليك، وحين تغيب ولو لحظة عن عيوني يكاد يحطمني الانتظار. وأعجب أكثر حين تقولين إن مات حبي فلست أرى يا حبيبي سوى الانتحار. فهل يا حبيبة قلبي نسيتي؟ وإني لا أعلم علم اليقين بأن فؤادك ينفث نارا ويشرب نارا ويأكل نار، وتهدر فيه شجون جسام كما يهدر الموج وسط البحار. وإني أقول أخيرا بأنك أخطأت، والله أخطأت، والخطأ المتكرر لا ينتهي باعتذار، وأن الذي يزرع الشوك كيف سيجني الثمار، وكيف سيجني الثمار. نورس فهم.